السلام عليكم. اليوم راني امام المارينا تاع اللي جايه بالقرب من ارديس، التابعه للمطور العقاري بحلي، اللي راه حاليا عنده مشاكل كبيره مع الدوله الجزائريه. و بما انني لن استطع الدخول نحو الى المارينا، اكتفي بهذا التصوير لاني اشقيت، يعني في التشقيت حتى البلاصه هذه، اكتفي بهذا التصور. ان شاء الله تكون تخليت فكرة عن كاتب. والسلام عليكم.